يجسد الاحتفال بيوم الشرطة العربي الذي يواكب 18 من ديسمبر من كل عام رمزية مهمة تعبر عن مسيرة العمل الأمني العربي ومدى التطور فيها. حيث يحتل التعاون الأمني العربي مرتبة متقدمة في أولويات الاستراتيجية الأمنية المصرية لأهميته في مواجهة التحديات الأمنية وتحصين المجتمعات العربية من مخاطر الجريمة لا سيما المنظمة والعابرة للحدود. فإن أي تهديد يواجه الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم. وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية هذا التعاون، فقد فتحت منشآتها التدريبية والأكاديمية لاستقبال الكوادر الأمنية من مختلف الدول العربية لتنهل من قيد الفكر الأمني المصري المتطور وتتدرب وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة لمواجهة المستجدات الأمنية وبما يسهم في تقريب الفكر الأمني العربي لمواجهة المخاطر التي تحيط بعالمنا العربي من جريمة منظمة إلى إرهاب يحاول النيل من وحدة أراضيه. الدورة التدريبية الرابعة كانت ناجحة جدا بحمد الله تعالى بجهود كل القائمين عليها من الجانب المصري. وهذا النوع من الدورات يحسن التعاون الأمني بين الدول. لم يقتصر الأمر على التدريب، وإنما امتد إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المواد المخدرة. وقد شكل تعاون أجهزة الأمن المصرية مع نظيراتها بالدول العربية علامة فارقة ساهمت في إحباط محاولات الجلب والتهريب عبر الحدود وقطعت خطوط التهريب، فاستعصى على تجار ومهربي المواد المخدرة النفاذ ببضاعتهم إلى الدول العربية، وسقط الكثير منهم في شباك الأمن بما معهم من مواد مخدرة. اطلعنا على تجربتهم في مكافحة المخدرات ومنع دخولها بالتعاون مع الجهات الشريكة، وممكن نستفاد منها يعني بصورة كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص وزارة الداخلية كل عام على المشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات واستعراض النجاحات الأمنية ومناقشة التحديات التي تواجه عالمنا العربي وكيفية مواجهتها. نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون العربي بإصرار وعزم لخدمة القضايا العربية المشتركة. تجمعنا العديد من القواسم وتطلعات المستقبل المشترك. كما تحرص الوزارة على إتاحة الخدمات الخاصة بها إلكترونياً إلى جانب إتاحتها في المواقع الشرطية المختلفة بطريقة ميسرة، بخاصة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وإعمالاً لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات عبر القنوات الشرعية، فقد اهتمت وزارة الداخلية بتطوير الإعلام الأمني لديها من خلال خطط مدروسة واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق التواصل مع المواطنين وكافة الوسائل الإعلامية مع الاستجابة لمقترحاتهم وإلقاء الضوء على جهود رجال الشرطة في مكافحة الجريمة بشتى صورها. الجهد اللي بتعمله وزارة الداخلية مشكور، ونرجو أنهم يكونوا حاسمين وحازمين في هذا الأمر بشكل كبير جدا. إن احتفال رجال الشرطة في الدول العربية بيوم الشرطة العربية يؤكد عمق العلاقة التي تجمعهم وتشابه التحديات التي تواجههم، وتشير إلى الاستمرار في تبادل الخبرات والتعاون لتوفير الأمن والأمان لكافة الشعوب العربية.